انا فاكر بس انه يعني شتان بين السفير اللبناني بسوريا والسفير السوري بلبنان. ما في ما في ما في مقارنه. السفير اللبناني بسوريا رجل يعني مهني دبلوماسي محافظ على كرامته وكرامه بلده، ونوجه له تحيه من هون. نعم. طيب نطرنا كثير. لبنان انتظر سنوات طويله حتى اقامه العلاقات الدبلوماسيه وتم فتح سفارتين، انما اليوم كيف تصف هذه العلاقات التي نشات؟ لسعد سرعان ما تحولت السفاره الى مركز مخابرات، ومش بس مركز مخابرات لي يعني جني بعض المعلومات او التقصي او يعني في ملحق عسكري بيسال بيشيل بحط، لا، مركز يقوم بعمليات امنيه في لبنان. انا ما بقدر افصل السفاره السوريه عن عمليات الخطف اللي تمت قبل الانفجار الكبير واتخاذ هذا الحجم الهائل بسوريا، واللي استهدف مواطنين لبنانيين خطفوا بواسطة ضباط لبنانيين للأسف من بقايا النظام الأمني أو أولادهم وأحفادهم. تقصد المقدم الحاج يعني؟ ما بدي أقصد حدا، بس مبين أنه في مكان ما في شيء مسوس بعده. النقطة الثانية هي اختطاف شبلي العيسمي مؤسس لحزب البعث، رجل عمره 87 سنة قاعد عند بنته بعلي بمنطقة أمني، لا يتعاطى شيء، ما كتب لا ضد ولا عم بيكتب معه، طلب منه يا بتكتب بيان بتأيد النظام في مذابحه وكذا يا الله يساعدك، الله يساعده، أخذوه. نعرف شو صار فيه، إن شاء الله يكون بعده طيب الأستاذ شبلي. وفعلا يعني هيدا كان يكفي لوحده حتى نقول للسفير السوري أنت شخص غير مرغوب فيك قبل ما يبلش التقتيل على حدود عكار وادي خالد والبقاع. نعم. يعني سمعنا بشار الجعفري مندوب السوري بمجلس الأمن بيقول أنه ما يجري من عمليات هو لأنه لبنان وحدود لبنان تتحول إلى منطلق للاعتداءات على سوريا للتسلل لتهريب الأسلحة، وسمعناه شو قال بالقلمون. إلى متى يعني ستتوقف هذه العمليات؟ مش صحيح. أو شو صحيح. أولاً ما حدا بيعرف بعد شو سر باخرة السلاح الوحيدة التي قيل أنها أوقفت، تبين أنه محاملة يعني أشياء بهدلة، ما بتصور بتليق بثورة بدها تجيب سلاح فعلي لعندها. إذن هيدي كانت أنا في نظري نوع من فخ لإيقاع الدولة اللبنانية فيه. ثانيا ما في جيش سوري حر في لبنان ولا جيش سوري ينطلق من لبنان. الجيش السوري الحر هو من الجنود السوريين الذين التحقوا بقيادة الثورة، أو هم من الأهالي في سوريا اللي هن أصلا بسبب التجنيد الإجباري مدربين على السلاح، عندهم سلاح فردي، بدأ يأتيهم سلاح أكثر من فردي من جهات متعددة، بس أكيد مش من لبنان. ما بعرف في دول جوار كتيرة، في بحر مفتوح على الساحل السوري، في مئات الكيلومترات مع تركيا، 1000 كيلومتر مع العراق وهي صحراء ومفتوحة وكلها واقعة تحت سيطرة الثورة السورية، يعني منطقة الفرات واقعة تحت سيطرة، وهي محاذية لمنطقة الأنبار. شو بعد في يعني سوريا؟ على أي مناطق يسيطر رئيس بشار الأسد نظام الأسد؟ على بعض المدن أو بعض أقسام والمعابر الحدودية، وعلى بعض المعسكرات العسكرية والمطارات العسكرية عم بيستعملها، بينطلق بيضرب، بيقول ساعة أخذت بابا عمرو، ساعة بيفقد بابا عمرو، ساعة أخذت الخالدية، ساعة بتبين أنه احترقوا دباباته بالخالدية. ما قادر الجيش الأمريكي بفيتنام فرض، فمش بعض الشبيحة التابعين لبيت الأسد رح يخدوا على شعب هو شعب بطل مثل الشعب السوري. نعم. شو صحة ما قيل معالي وزير حمادة عن أنه الأمريكان جون ماكين طلب إنشاء منطقة عازلة في لبنان؟ هو نفى هذا الموضوع، إنما حزب الله عاد وأصدر بيان أنه نرفض ونحذر. حزب الله بده بكل يعني بأي ثمن تجنيد القوى اللبنانية الشرعية على أهل عكار وأهل وادي خالد. ما عندهم مشكلة مع مذابح سورية، إخوانهم السوريين المسلمين من كل الطوائف عم يدبحوا بسوريا، ما فرقنا معهم.
الحدود اللبنانية تستباح شمالا وشرقا، ما فرقني معهم، فرق معهم بس انه كيف لازم اي صوت بيطلع بعكار من شيخ من مواطن من رئيس حزب من نايب هذا لازم يقمع. وما بننسى يعني الموقف من قضية المشي من قضية اغتيال الشيخين. نعم.